اليوم جيناكم بالهاتف انفينيكس 30 اي 30 اي وباش نعلموكم كيفية وضع البصمة على هذا الهاتف. كما تشاهدون هذا الهاتف يحتوي على بصمة تأتي على مكان فتح واغلاق الهاتف. هذا هو مكان البصمة، لا تأتي من الخلف. اول حاجة ندخل على الاعدادات بارامتر، نبحث عن كلمة سيكوريتي، ثم نبحث عن امبرانت بصمة الاصبع، اقوم بضغط اوكي. هنا يطلب مني بوضع رقم سري او شيما او مدباس، حطوا على سبيل المثال شيما، قول اوكي. نغير الشيما، نحط الشيما نحب عليها، حطوا على سبيل المثال. هنا يطلب مني بتأكيد النمط او الشيما او الرقم السري اللي ادخلته اول مرة، نحطه نفسه وبيدو كونفيرمي تأكيد اوكي. هنا يطلب مني بإضافة البصمة على الهاتف، كما تشاهدوا على الصورة البصمة تأتي على مكان فتح وغلق الهاتف، قل له اوكي. فيما تشاهدوا البصمة فارغة، نحاول باش نملأ الفراغ بوضع الاصبع على مكان البصمة. كما تشاهدوا اللون الاخضر يملأ الفراغ باللون الاخضر، يأخذ جميع الملامح. نحاول انا باش نحط صبعي فوق لوطة، يعني فوق تحت يمين يسار، حتى اتمكن من املاء جميع المكان الفارغ متاع البصمة. هلا حاول مرة، تمت العملية بنجاح كما تشاهدوا. اوكي نخرج توا باش نجرب سرعة البصمة على هذا الهاتف. سكرنا الهاتف بتاعنا، هلا سرعة البصمة سريعة جدا. حاول باش نستعمل اصبع اخر، لا يمكن فتح الهاتف الا عند وضع الاصبع ليتمكن من فتح الهاتف عن طريق البصمة الوحيدة على هذا الهاتف. نجم نحط اكثر من بصمة، نجم نستعمل اكثر من اصبع البصمة، ولكن كما تشاهدوا بصمة سريعة جدا على هذا الهاتف، هاتف ممتاز انفينيكس 30 اي. نجم ندخل اكثر من بصمة، الذهاب للاعدادات سيكوريتي بصمة، نحط الرمز اللي ادخلته او الرقم السري هنا باللون الاخضر، اضافة بصمة ثانية، قول اوكي. الان ولا اغير الاصبع اللي دخلت عليه اول مرة، نغيره، اضافة اصبع اخر كالعادة يمين يسار تحت فوق، حتى اتمكن من املاء جميع الفراغات كما شاهدوا باللون الاخضر. تمت العملية بنجاح. نذهب الان ونغلق الهاتف، البصمة الثانية سريعة، ثم البصمة الاولى سريعة. نجرب اصبع اخر، لا يمكن فتح الهاتف كما تشاهدوا، لا استطيع فتح الهاتف الا عند وضع الاصبع الاول او الاصبع الثاني. اذا ما عجبتكمش الطريقة وتريدون فسخ البصمة، دائما اعطيكم الحل الذهاب على سيكوريتي بصمة، ندخل الشيما بتاعي. هنا عندي بصمة رقم واحد وبصمة رقم اثنين، اقوم بفسخ البصمة الاولى وفسخ البصمة رقم اثنين. هنا عندي الفيغوياج، تحب تكمل تفسخ الشيما بتاعك او الرقم السري بتاعك، تجي لهنا تقول له لا شيء فسخ. هلا نجرب الان، لا يوجد عنا بصمة ولا رقم سري. نجرب الأصابع الكل، عاش عندي حتى بصمة، ولا فسخنا كل شيء. إن شاء الله تكون الطريقة عجبتكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما جديد. إلى اللقاء.